هذا هو التحدي اليوم، أنه نتجاوز العراقيل اللي كنا عشناها من قبل. وقمة الجزائر تعتبر اليوم فرصة بالنسبة للقادة العرب، أولا يعني باجتماعهم في هذه المرحلة الحساسة اللي من خلال السياق العالمي تعرف تحولات كبرى، وبالتالي اليوم فيه تكتلات راح يتم يعني خلقها. واليوم الجامعة العربية راح تكون من بين يعني التكتلات اللي راح تلعب دور في المستقبل، لأنه الدول العربية تسخر بمقومات وثروات كبرى، ويجب على القادة العرب أنهم يكون لهم روح المسؤولية والحكمة اللي تسمح لهم أنهم يحققوا هذا التكامل الاقتصادي من خلال يعني نظرة جديدة في كل الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى اللي هي اليوم محتاجة إلى تقييم وتقويم ليجعلها أنها تمشي إلى مرحلة جديدة تعطي لبعد الاستثمار بعد جديد، وأيضا تأسيس إلى ما يسمى بالاتحاد الجمركي العربي، وكذا تحيين المنظومة المالية العربية، ولما لا ممكن إصدار يعني عملة عربية مشتركة راح تمكن من الشمولية المالية وتجعل يعني التكامل الاقتصادي حقيقة وليس خطاب إلا.